الخامس من تموز عام 2009 يمثل جرحا عميقا في تاريخ تركستان الشرقية، حيث ارتكبت السلطات الصينية مذبحة ضد الإيغور المسلمين استكمالا لمشروع الإبادة العرقية والدينية المستمرة ضدهم. وإحياء لهذه الذكرى المؤلمة، أقامت الجالية التركستانية ومنظمات مدنية في تركيا وقفة احتجاجية أمام القنصلية الصينية في اسطنبول للتذكير بجرائم السلطات الصينية ضد مسلمي الإيغور. نحن هنا اليوم أمام القنصلية الصينية في اسطنبول إحياء لذكرى مذبحة أورومتشي التي جرت عام 2009 الخامس من يوليو. طبعا هذه الجريمة من الجرائم الكبرى التي ارتكبتها الصين في تركستان الشرقية، وخصوصا في الألفية الثانية. المشاركون في الوقفة أكدوا أن الاستهداف الصيني لمسلمي الإيغور ينطلق أولاً من مبدأ ديني وعرقي، حيث تحاول الصين طمس الهوية الإسلامية عبر ممارسات تستهدف التغيير المجتمعي وخطف الأطفال من أهاليهم وتربيتهم على فكر يعادي قيمهم وثقافتهم. تركستان الشرقية مجاورة إلى باكستان إلى آسيا الوسطى وغني بالثروات الأرضية، فلذلك الصين دائما تهتم يعني باستراتيجيات السياسات الخارجية في غلق هذه المناطق، لأن المنطقة هي منطقة مسلمة، أهلها مسلمون، فلذلك لا يرى يعني الصين لا تريد أن ترى هذه المناطق كمسلم، فقط ترى كصينيين في داخل الصين. وناشد منسقو الوقفة عموم المسلمين ولا سيما الفاعلين والمؤثرين بنصرة قضية مسلمي الإيغور عبر تسليط الضوء على معاناتهم ومقاطعة البضائع الصينية. نطالب العالم العربي والإسلامي بشكل عام المقاطعة البضائع الصينية بشكل كامل، لأن هناك بدائل عن الصين، لأن كل ما يشتري بضائع صينية فهو يساعد للصين لقتل إخوانهم في تركستان الشرقية. وكذلك نطالب الأكاديميين والفنانين والكتاب والصحفيين أن يقوموا بدورهم تجاه قضية تركستان الشرقية. نريد أن يعترف العالم أننا أرض محتل وشعب محتل. الصين سمت هذا الأرض باسم شينجيانغ، معنى كلمة شينجيانغ باللغة الصينية هي الحدود الجديدة أو الأرض الجديد، والاسم يدل على المسمى، أنهم يعترفون أنهم احتلوا هذا الأرض وأنهم ضموا هذا الأرض إلى أراضيهم. ليست شينجيانغ وإنما تركستان، وشعبها شعب مسلم مهما حاولت الصين تغيير هذه الحقيقة.